السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من جو برو. مازلنا في سيزون 2. قبل ما نبدأ الفيديو متاعنا نحب نقول لكم مرسي بوكو على مساجاتكم وعلى كلامكم وعلى الركور اللي قاعدين نعملوا فيه بكم أنتوما، باسمي وباسم سي وجدي اليونسي وسي راغب الحباشة، ذوما ليكيب التيتولير علي ليلى وخليل مدب، وإن شاء الله محاضرين سيزون جديدة من جو برو. أرمستا مرة أخرى في الموزيك إن شاء الله، وديكور جديد، ومن با الحلقة الجاية الحلقة اللي بعدها تبدأ إن شاء الله يا ربي السيزون جديد. نبدأ الفيديو متاعنا باش نحكيه على موضوع يلم الصغار والكبار والطلاب والطالبات واللي يخدموا واللي يسكنوا، باش نحكيه على الكريه. ابدأ الفيديو، ابدأ نرعش مشي طلع جديدك، طلع يا سيدي الكري. منين باش نبدا ومنين باش نخلي؟ ساعة مبدئيا خلينا نبداو متفاهمين، راهو الشعب التونسي ما عادش كاري ولا اسمه اس دي اف، باللي يشري وباللي يكري. راهو الديار تلقاها 500 مليون عش متاع دجاجة، عش هكا واحد يبص تسمعه في الكوجينة، ولا ما الشخير تسمعه وانت طالع في الدروج من هك، كان عجبك وكان اللي يكري. اس بلس ان بسبعمية يا كافر، سبعمية اس بلس ان عليه خطر في 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 الصال وفي يا ودي اس بلس ان عائلة اش باش يعمل باهي مرته يرقد مع مرته واولاده؟ لا لازموش جيب صغار. اس بلس دو بمليون واللي تكلمه يقول لك يا اخوي انا حر نكري باللي نحب، باهي وزيد عليهم انت 5% يا اخويا كل عام قاعدين تزيدوا، ما عندها حتى معنى الحكاية يا ودي. فما ناس يا ولدي راهو توا نحي مليون ونص كريمة وضو يا اخي، ما يا ودي فم عباد نحيوها ولا تصرف ولا ما ارحموا ولا شنو الزياده؟ اصل تجاري 10% كل عام، شنو يا اخي؟ منين مش ما نحبوش نعطيه؟ ليه لحظه والله كان جاي عندنا نعطيكم والله يا ولدي على عظم قعدنا يهديكم ربي، توانا نتلهي نرهج، نتلهي نعمل مستقبلي، نتلهين نكري، نتلهين ننح، نتلهيش نعمل بالضبط. انا ترالي نطلع فيه في هالبلاد، انا لحظه نطلع في ترال كريم مستقبلي فوتني نعيش على الملك، باه نطلع على ترى المستقبل نلقى روحي اس دي اف، ما نجمش نعملهم زوز مع بعض. شنو الهم يا هم يا شنو السم الكري ذي تعملوا فيه يا ولدي؟ يا دوله ما تنجمش تسكن شعبها، نحيوها الدوله برسمك انت ترويت الغريبه اللي تعملوا فيها. راهو الدوله لازمها تسكن شعبها، او تلقى له حلول باش ينجم يعيش يسكن، باش ينجم يخدم، باش ينجم يجيب لك الفلوس، سينو يصير لك انهيار عصبي وداخلي وبني ودني. ولا في بالكم سكنونا نحبوا نسكنوا ديما، تعبنا من لوكال اللي احنا جينيراسيون جديد، كيفاش باش نعرسوا باش ناخذوا؟ كيفاه يا كيفاه معناها الدوله هذه تحبك تعيش في الحرام؟ كيفاش انا يا اخي مثلا نخلص مليون، اي مليون هدره راهي مليون في هالبلاد، اي كنت تعرفوا سميك مليون معناها ايش نعمل بيه؟ تكلمي ايه يا دوله، تكلم 700 دينار كري، 300 دينار باش خليوني نعيش مراه؟ فهموا هالي، نقولوا مرت قداه باش تخلص مرتي؟ فلالس نعيشوا بالنخاله؟ ما تعرسش، نجيو نحسبوها احنا مليون سينما مره في الشهر، على دبا دير دويره بالليل، على مشي متاع سهريه تتكلف اقل. تحبونا نعيشوا في الحرام انتوما يا اخي؟ احنا مش منحبوش، راهو ما نجموش، راهو المينيموم ولا يكلف يهلف يسلف في يا دولة وينك يا شو ما هكا على قلك يا دولة؟ سكننا نحبوا نسكنوا ولدي، المهم انتم ما تشخروا ترقدوا، حتى احنا نحبوا نرقدوا نشخروا، ما نجموش نسهروا في الليل ولينا ما عادش نخافوا لا نرقدوا تزن الموت يجيب هيلكم يا ربي، اك تشوف فيهم يا ربي. او يا اخي تنكون انسان بسيط باش نكون بسيط، نمشي نكري يا خويا ب 400 دينار ما يسالش، ب 400 تقعد لي معناها 600 من الشهرين، اي ترونسبور اش نعملوا فيه؟ خاطر انت ماكي تعرفي يا دوله، اوه تسمع قاعده تعرف انت كيف بدا الكري رخيص، راهو بعيد على كل شيء، دونك فما ترونسبور ببليك، اي ببليك، اي ماذا بيا نشدهم هكا، نبدا
بالترفيق على الترانسبور ببليك. انا هذاك الترانسبور الحموم المشوم القروم هذاك. انا نهار جا في وقته ماك تخسرني في وقتي، نوصل لخدمتي روتار يقصوا لي من شهريتي، دونك نولي هيا هيا مانيش نخلص في المليون. ما حكيناش على اللي يخلص في 450، يعطيكم ضربه بين العينين تفيقوا بها على وضعكم. يا ودي سكنونا نحبوا نسكنوا، يا ودي يا ودي تشنوى تشنوى توا دولة شعبك SDF في بلاده يا لطيف، شعب SDF في بلاده يا لطيف، ونشوفه في الملكة ما همش يا ربي ما نجموش ما نحكيوش على أول حاجة يهمها الكريه، الطالبات والطالبين للزيتيديون يجيو باش يقراو مساكن ووالديهم دم قلبهم حاطينو عليهم، وتزيد أنت تحشهم في الكريه يحشك يحنش لفعة انت لفعة عليه عليه السم ذي الكل عليه يا لطيف عليه. وصلت بيكم الدناءة تكريو بالفرش عليه، ناومي كامبل باش تبات معاه، برات بيت باش يبات معاه، شنو يا استغفر الله يا ربي سامحني في رقبتهم يا رب، شنو فرش ب 250 نفهمكم، فما ناس والعياذ بالله مصاصين دماء، تبدا عنده دويره فيها ثلاثة أربعة بيوت، كل بيت يبلص فيها ثلاثة فروشات، ويبدا يكري بالفرش، معناها هو يخلص على اساس يكري في دار، والمدخول يدخل على اساس هو عنده فوايي بريفي، هاو الضرب، يا الدولة وي تسمع ولا شاي بس سكمن بوكمن في بالك في بالي اللي انت في بالك اي فانا تهنيتني نعرف وعد ربي يا دولة شنو الهم ذي يا ولدي، احسبوهم ولادكم ولا احسبوها بنيتكم ولا ولدكم هذاك فهم يا ولدي عليه 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 تشحت، وخاطر قريبة للفاك متاعك انت فاك بريفي باز عندهم فلوس يا ولدي عاد هكا ننجروا نبداو لبعضنا يا ولدي راو يا ولدي رانا ما نتصلحوا ما صارش سمعناش باش نتصلحوا احنا، دار المرسيدس والبي ام يتحموا فينا ما يصلحوناش احنا، ما الا ما احنا نحبوا نتصلحوا يا ولدي فلوس حرام هذيك راه عليه زويوله باش يقراوا تستغلهم كل وضعيات الوضعيات تخلي عادك اللي فوايه هذوك ما همش فوايه راهم ليون هذوك ما يعديوا في ربطيه وميم تو يقرا زايدين على المربوطين انهم يخرجوا في الشارع ويرجعوا، خاطر احنا براتيكمون تونس حبس كبيره راهي هي، اما جوست شكون في الليريا وشكون لا هذوك ماهمش فوايه عندهم، هذيك ماكله بتاع فوايه هي وذاك وذاك يا ولدي ترضاه لاولادك اللي توكلون تشنوة عبيد عند الدينار لا سبوا يا لطيف، هذا كل باش تنحت مرشية هكا في 30-40 مليون وتفتفهم وتخليهم ونعطيهم لهم هما الصب عليه 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 يا خويا يسرق بشوية يا خويا يا خويا يا خويا هذوكم نهار آخر باش يهزوا البلاد انت باش تموت وباش تشبع موت انت يا ولدي، هذوكم المستقبل يا ولدي، شنو الدولة هذه شنو الدولة يا الدولة يا الدولة يا الدولة يا الدولة راكي دولة يا دولة دولة كبيرة انت هكا انت هكا كبيرة انت هكا كبيرة كبيرة مش نورمال انت ما دامنا نحكيو على الكري فما فئة ما نجمش ما نحكيوش عليها، اللي يكري أكثر من طاقته زادة فما منه لا فما منه، اللي يكري أكثر من طاقته واللي يلبس أكثر من طاقته واللي يشري هاتف أكثر من طاقته وإلى ما إلى لا نهاية ليش ولا يكري أكثر من طاقته عليه باش تظهر من جماعة يا بومبك، او انت تحب الكونفور حقك، هو حق مشروع اخدم له خاطر هكاك باش تعيش حياتك الكل وعمرك لك باش توصل للنيفو اللي تحب تعيش فيه، خاطر انت تتقوى على روحك وتعيش مبخنك وتعيش بالروج فدخلت للسيستيم فباش تعيش تشهق ما تلحق فهمناشي، وفرت مرة فما نوع آخر يشبه له أما أغبى ما نعرفش عنده بلاصة في جهنم وحده، القلاب الكاري القلاب تلقاهم في الأصل التجاري وفي السكن راهو، يبدأ مثلا يعيش بشهر زيد يبخنك في شهر آخر وكالشهر الثاني هذاك يبدأ يرتب فيه في أموره وياك يبدأ يتسلوس عليه يقول له سامحني جوست الشهر هذا باش تسبوا لي شيك، وهو وقتها يرتب في أموره فيلقى روحه ديما ساكن عنده شهر بلاش أو شهرين بلاش يا ما فماش رب صيت نحى تفسخ منا ما شافكش
والثاني ما شافكش والمية قلبته وذاك شيء ما هوش موجود. يا ولادي راهو تحكم فينا ناس تشبهلنا كي احنا نتبدلوا طهو ما يتبدلوا. راهو 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 شيء نطق. راهو يا ودي فلوس حرام يدي عود خلص الملاك ربي يعلم بيه. حتى هو راهو مش معناها ملاك راهو خايب. راهو فما ملاكة باين فما النسكن عندهم محليهم واني عندي شهرين مش خلص معاه. ارحم والديهم ونحبهم برشا ونقول له صابر ان شاء الله لاباس العمليه نتاعك وان شاء الله باللطف عليك وعلى قريب ان شاء الله الفيديو هذا تضرب خلصكم في 5 شهور القدام. مش موضوعنا فما ملاكه باهين فما ملاكه تعبت مش عامله ديار. اما انت زاد انت تقلب في الناس يميني يقلب يقلب يوجه الباب هايك القافيه. كما فما كاري الكيك فما زاد الملاك الركيك اللي فما منه فما الملاك الركيك. اول واحد فيهم ركيك هذايا الجرايدي متاع الركيك هذايا مو لازم اول في الركيكه هذايا جرايدي باهي محترم هذايا اللي واحد في الشهر يطلبك ويدق عليك الباب فرد وقت تطلب وتدق فرد وقت سيادتك تعرف اش معناها كيما مثلا اللي يبص ويعطس فرد وقت تعمل كابتور كرون سيادتك انت هكا دك 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 هذيك هذيك راهي ماهيش هكاك. شوف 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 المخ التونسي التخمام هذا كان جاي يحط فيه انت في العلم نعمله النووي مع روسيا ونحن الشيخين. شوف مخه شي خمم انت يقول لك ان يبدا في الدار وما يحبش يهز التليفون هاني بحث الباب نسمع تنقيصة التليفون على خاطر هو مستحيل باش يطلع انا وقت جاي. فهوني تتسمى ملاك سابق الاصرار والطرف الصوت. معناها انت سي اي اي انت المايسيس نتاع لانجلتير انت الموساد انت ما انت حاجه انت ركيك درجه اولى انت ساعه لحظه واحد في الشهر جاي واحد في الشهر يو الدولة واحد في الشهر راكده هي بيدها ما عندهاش فلوس واحد في الشهر خاطرهم يخدموا بفلوسنا فماش واحد في الشهر كان لي تاتيك ونحكيه زاد اه لا ما نحكيوش لي تاتيك من لو 21 يخص 24 23 فما أشهر ما يعيشوهم مش يخلصوا فيهم فما بيروات مسكرة إتاجات بتاع بيروات مسكرة قايدين يخدموا ويخلصوا إتاتيك مش موضوعنا واحد في الشهر ما فماش فلوس واحد في الشهر الفلوس ما فماش واحد في الشهر تبعدني خاطرني انا وقتها شيطان رجيم نشوف في عرفي انا وقتها نبدا نستنى في الدو في التروه في الكات ويبدا هكا باش يبدا ماذا بيا نفطر فطور الصباح انا يبدا عرفي وقتها باش يقول لي شهريتي وقتاش خاطر نورمالمون انا نخدم كي على شهر ما نخدمش على شهر ونص انا ما عندي نص نعيش فيه منين خلصني في شهري باش نبدا نعيش شهري اه لو 6 ولو 7 ولو 10 ولو 12 ولو 15 يا كفار تخلصوا يا كفار شهرية تخدمني عليها شهر ونص يا كافر يا كلب يا دونك انت كملاك جاييني واحد في الشهر تحب على الكريه عمي منين اجا اقعد نحكي لك حياتي وانتي قلي كان انا عندي وما نحبش قلي نحكي لك حياتي والله العظيم والله بوتين لما يولي يبكي علي علينا الكل يا ملاك يا ركيك يلي ما تحبش البريك يلي ما عندك الصديق للضروره الشعريه باش القافيه تنجم تمشي لا لا فما فما لا فما كيما ملاك ركيك وفما الكاري ركيك والقلق فما فما منه وفما الباهي منه وفما الباهي منه وفما المهم فما حاجتين ما تشوفهمش في هالبلاد هو تراهم راو اما مستحيل تشوفهم يصيروا اشنو ما هما كاري باش يخرج وتقول له خلص الماء والضوء ها وجهي ما تشوفهاش او ترجع الدار وتحب الملاك يرجع لك الضمد ينجم يرجع لك من عمرك شويه ينجم يرجع لك احلامك يرجعك صغير الضمد ما يرجع لكش يرجعك الكرشمك اذا انت تسكن في حومه يرجعك كسكيس الضمد شبيك تثاوبت 150 مره في النهار يحسب لك الثويبه عملت لي ندى من الثويب تلقان الريح بزيت في الدار هذه اي الفايونس تحل تصليح ما هو مازال ما كيما الدوله تحب تنحي لك فلوس الصيغه ماهيش مهمه موجود هي تخراكس انت وبعد ربي يعمل لي في الصيغه اداءات ورا بعضها هات الفلوس تنشوف الصيغه
ميرسي يا دولة اللي لليوم خليت لنا لهوي بلاش فلوس.